معنا خيرة من الجزائر. صباح الخير خيرة. صباح النور سيدتي. أهلا وسهلا، تفضل. أنا بغيت نشارككم في الحجامة، لأني أنا من 2006 أنا نمارس الحجامة، وكان عندي الرابو بنسبة 80%، وشفيت منه تماما لحد الآن. أنا نمارس الحجامة واللي عدة أمراض، والروماتيزم كانت عندي الروماتيزم وشفيت منها تماما، وانا الحمد لله الحمد لله زعما لا اشتكي من اي مرض، ولحد الان امارسها مره في السنه او مرتين. طب سيده خير، الذي يمارس لك هذه الحجامه هو طبيب او ممارس؟ طبيب مختص هنا في وخان، في منطقه الغرب من الجزائر، يمارسها لي. كان في المرة الأولى عندما كانت عندي نسبة الرابو ب 80%، كان يدير لي جلسات مارستها في العام الأول، درتها 6 مرات في العام، والسنة الزوجة الثانية مارستها 3 مرات بجلسات، حتى شفيت تماما والحمد لله. كانت عندي الحساسية الرابو، كانت في حالة لا يرثى لها، ولكني الآن الحمد لله. وأنصح كل مسلم على أن يتم شيء، أن يذهب لعمل الحجامة، لأنها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. وشكرا. نعم، شكرا لك. ابقي معنا سيدة خيرة لنعرف رأي الدكتورة زينب. هل هناك بالفعل كما تفضلت السيدة خيرة دكتورة زينب حالات تشفى نهائيا من بعض الأمراض من خلال الحجامة؟ نعم، بالنسبة للربو اللي ذكرته وأمراض الروماتيزم، أتذكر أن مر علي بحث علمي قام به أحد الأخوة الأطباء المصريين في المملكة العربية السعودية، وعالج فيه فعلا الربو عند الأطفال بالحجامة، وكانت النتائج جدا يعني طيبة في هاي المجال. نرجع نقول مرة ثانية إن إحنا نعم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا مؤمنين ومسلمين ونعلم أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في الحجامة، لا خلاف في ذلك. الخلاف في إن هل هناك يعني دراسات بالأرقام تثبت يعني فعالية هذا النوع من العلاج أو لا، النقص في هذه الجزئية فقط.